بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هاتفيا القضايا المحورية للعلاقات بين البلدين مع التركيز على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية. وفي بيان قال الكريملين إن بوتين ومودي أعربا عن ارتحامها لحدوث زيادة كبيرة في حجم التجارة الثنائية. وخلال الاتصال أطلع بوتين رئيس وزراء الهند على الجانب الرئيسي للعمليات العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، مشيرا إلى الطبيعة الخطيرة لنهج نظام كييف ورعاته الغربيين لتصعيد الأزمة وتعطيل الجهود المبذولة لتسويتها سياسيا ودبلوماسيا. أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ قرارا بعد بشأن خطابه أمام الجمعية الفيدرالية للبرلمان الروسي. وفي تصريحات صحفية قال بيسكوف إنه عندما يتخذ الرئيس بوتين القرار المناسب بهذا الشأن سيعلن ذلك. ووفقا للدستور الروسي يخاطب رئيس روسيا الاتحادية سنويا الجمعية البرلمانية الفيدرالية برسالة يتحدث فيها عن وضع البلاد والاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية. نفى الكريملين اتهامات بأن صواريخ روسية قصفت مبنى سكنيا بالقرب من ميناء أوديسا عبر البحر الأسود. هذا وأكدت السلطات الأوكرانية أن الصواريخ الروسية ضربت مبنى سكنيا ومخيمين للعطلات، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات. عندما يأتي الحديث عن الأزمة الأوكرانية الجميع يسرد تطورات الواقع على الأرض كل على طريقته، لتتوالى الاتهامات بين طرفي الأزمة وتترنح المكاسب والخسائر بينهما بين حين وآخر. فباستخدام صواريخ تعود إلى الحقبة السوفيتية كثفت روسيا ضرباتها في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، بينما تتركز قواتها العسكرية في شرق كييف حيث منطقة دونباس الصناعية. السلطات الأوكرانية أعلنت أن صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيا ومنتجعا بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. يأتي ذلك بعد أن قالت روسيا إنها قررت انسحاب من جزيرة الأفعى كبادرة حسن نية لإظهار أن موسكو لا تعرقل محاولات الأمم المتحدة لفتح ممر إنساني يسمح بتصدير شحنات الحبوب من أوكرانيا. وفي المقابل قالت كييف إنها طردت القوات الروسية من الجزيرة الواقعة بالبحر الأسود بعد هجوم بالمدفعية والصواريخ، وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالفوز الاستراتيجي. القوات الروسية تحاول أيضا محاصرة ليستشانسك منذ أن سيطرت على سيفيرودونيسك الواقعة على الجنوب الآخر من نهر سيفيرسكي دونيتس الأسبوع الماضي بعد أسابيع من القتال العنيف. إلى ذلك يواصل حلفاء أوكرانيا الغربيون إرسال أسلحة لكييف، حيث حصلت على دعم آخر مع إعلان الولايات المتحدة أنها ستزودها بأسلحة ومساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار. وعلى الرغم من خسارة أراض وتكبد خسائر في منطقة دونباس الشرقية في الأسابيع الأخيرة، تأمل أوكرانيا في إلحاق أضرار تكفي لإرهاق الجيش الروسي المتقدم. أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن أن المجر ستسرع برنامجها الخاص بالتطوير الدفاعي. وأضاف أوربن أنه يجب رفع القدرات الدفاعية للمجر بشكل جذري، مجددا التأكيد على أنه من مصلحة المجر أن تنتهي الحرب في أوكرانيا المجاورة في أقرب وقت ممكن. وأوضح أن الحقائق العسكرية تتجلى ببطء في أوكرانيا، حيث تفقد البلاد عددا كبيرا من جنودها كل يوم. تدرس الحكومة اليابانية تأثير توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بنقل عمليات لمشروع تطوير النفط والغاز الطبيعي سخلين 2 الذي انضمت إليه حاليا شركة تجارية يابانية إلى شركة روسية جديدة. وأكدت الحكومة اليابانية أنه يجب عدم تقويض مصالحها في موارد طوكيو. كما تدرس الحكومة تأثير التطور الأخير، مشددا على الحاجة إلى الاحتفاظ بالمصالح في مشاريع النفط والغاز قبالة سخالين لأنها حيوية لتأمين إمدادات الطاقة المستقرة.
أعلنت شركة غاز بروم الروسية مواصلة نقل الغاز بانتظام إلى المستهلكين الأوروبيين من خلال محطة سوجا العابرة لأراضي أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الشركة الروسية سيرجي كوبريانوف إن غاز بروم تواصل إمدادات الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا، وبلغ حجم ضخ شركة غاز بروم الروسية في اليوم السابق نحو 42 مليون و200 ألف متر مكعب أيضاً.